نواصل بعد الاستضافات أو الاستضافة الأولى للسيدة مريم البحري. كنا نحكي على تظاهرة حفلة الطهي لافيت كولينار مع الفقرات والأركان القارة، ومن الفقرات القارة لكل خميس فقرة الفنون والحرف مع الحرفية الفنانة سيدة أنيسة روابح. صباح الخير سيدة أنيسة. مرحبا بك. نشوف في المعدات نتاعك حاضرة، الألوان الأجواء، ونشوف في فاز مزهرية. شنو هي الحكاية؟ احنا كما كل حلقة نحاولوا نتطرقوا إلى تقنية من التقنيات في محامل مختلفة، هكاك باش نمسوا السادة المشاهدين وشكون اللي مهتم في تقنية معينة يتخذها إن شاء الله هكاك أن بروجي ينجم يخدم عليه. في فن الرسم على الزجاج او باللور المنفوخ هذايا، هو باللور هذايا تونسي ساعه، وتقنيه باللور المنفوخ يخدموها ياسر زاده توانسه. صحيح. وتحيه لهم صناعية خاطر ماهيش سهله بالكل. اي معروفه بها تونس ومعروفين بها الحرفيين والصناعية كما قلت انت توانسه، وجميله ياسر كي تبدا تتفرج في النفخ في باللور هذيك كيفاش تتشكل. لا مش سهله. الورلا مي بالحق ماهيش صعيبة. أي خاطر واحد يعمل في مودلاج نتاع حاجة أي سخانة ومنه للشالور كبير. وكنا استضفنا في نسمة صباح في الموسم الفارط سيد مدير المركز نتاع التكوين المهني المختص في مثل الفنون هذه، الحقيقة معناها حاجة متميزة وديما نواكبوا هالنشاط هذا. إذا البلور المنفوخ هذا مزهرية جميلة هي مبدئيا. أما باش تولي أجمل بالطبيعة. إن شاء الله. نعم. باش نحاولوا التقنية اللي باش نتاخذوها. تقنية نتاع الرخامية ماربراج، يعني تسمى بالماربراج، باش نستعملوا ألوان نتاع باللور، ألوان تكون شفافة خاطر فما ألوان أوباك يعني قاتمة تسمى هكا قاتمة. أي باش نستخدموا الألوان الشفافة، عندي الأحمر والأخضر حبيت الزوز مع بعضهم شنو هو اللي يعطيونا. باش نستعمل التقنية هذيا لازم فما الأبيض، اللون الكاسي يبدا اللون الكلير يكون موجود، هذاك اللي باش يخدم لنا. وقبل ما نخدم الابيض يلزمني نخدم لون نوتر يعني محايد اللي باش يعاوني على المربراج. نعم. باهي نجمو نبداو التقنيه نتاعنا تويكا. قلنا باش نلونوا الفاز من داخل. من الداخل. كيفاش من الداخل؟ من داخل المربراج، في انه هذايا ساعه لانكولور يعني اللون المحايد اللي حكينا عليه الاولاني. اي باش كي نخدم ندور هكا المربراج يعاوني هو اللي يسهل. دونك هنا كي باش نحط شويه شويه هذاك يعاون في المربراج. باش اللون كي انا بعد نحط اللون ما يصبغش ديريكتومون، ما يعمليش صبغه نقولوا احنا ديريكت تجي هكا لطخه حمراء ولا فهمت. هذايا دونك اللون المحايد يعاون ياسر على فن المربراج. توا شويه برك حطيت هذايا باش نقعد ديما هكا ندور باش ما يخذليش فورمه معينه. توا باش نمشي للابيض بلون والا بلون كاسي. انا هنا اخترت بلون كاسي ما اخترتش الابيض. علاش الابيض؟ خاطر مع اللون الاحمر تحسوا كولور تير مع اللون الاخضر، ما هو انت وشنو اللون اللي باش تستخدمه راهو يلزم فما نقولوا احنا مارياج ما بين لي كولور اللي باش نستخدمهم، يعني عنده علاقه بالكولور هذاك. دونك اللون هذايا باش فما ربما باش تصير ميز اون فالور، معناها يظهر بالحق معناها اللون اللي او الالوان الاثنين اللي استعملتهم انت او اخترت استعمالهم الاخضر والاحمر. يعطيك الصحه. لازمهم خاطر مواتين بعضهم. بالضبط. كان نعمل ابيض نحسه فاقع برشا عليهم. فهمت. دونك هنا بالطريقه هذيا نصب ونخلي بلايص فارغه. البلايص الفارغه هما اللي باش نخدم عليهم انا اللون نتاعي انا نقولوا احنا الاحمر او الاساسي الأحمر. معناها اللي اخترته انت التلوين او المغبغاج نتاع الفاز هذا. يعطيك الصحه. الكونتيتي هو بصفه عامه الدبوزه هذيا فيها 45 مليلتر. الكل مع بعضهم الفاز هذيا بريسك اللي لونه حق دبوزه يعني واحده، خاطر قاعده نصب انا شويه شويه شويه. اللي صبيت منه اكثر هو الابيض خاطر هذاك الباز نتاع المربراج، اما الباقي الالوان راهو شويه شويه هو ما نصبش برشا برشا. المرمر بالطبيعه يظهر لنا احنا، ما نعرفش اذا كان كلامي صحيح ولا غلط، يظهر لنا انه اساسا ابيض معناه. اي الاساس نتاعو الرخام هو ابيض. نعم. بعد الالوان الاخرى هو اللي نحطه شويه شويه، يعني حتى الدوزاج باش نقولوا مثلا تسالني على الدوزاج شنو هو اللي استهلكنا في التقنيه هذيا، ما يقارب نتاع 45 مليلتر في التوتال. ما يقارب دبوزه واحده. دبوزه واحده ما نفوتوش. صح. يعني حتى باش ناخذوا الالوان هذوما باش نقعدوا نعاودوا كان في الابيض، اما الاخرين شويه شويه.
نعم. باهي توا بعد ما عملت الابيض كيما هكايا شفتوا لا ماجوريتي بلون، ناخذ شويه من الاحمر كيما قلت لك حبيت يكون اللون الاحمر متواجد مع الاحمر نحطوه في الفراغات اللي خليناهم من الاول هذوكم ولا مش بالضروره؟ لا 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 نحطهم في الفراغات خاطر هذوما اللي باش نبداو نعملوا بهم المربراج. دونك نحط هكايا الاحمر خاطر من بعد باش ننتقل الى اللون الاخضر. وخليت الفراغات زوز فراغات بالاحمر وزوز تقريبا زوز لازم يختار اكثر الواحد ولا كيما يحب نصوره. كيما هكايا ايوه توا طريقه نتاع التدوير باش يجيني المربراج صحيح. التدوير هو من هنا اي باش يكون في نقولوا احنا في تبارك الله في لحظه تبدل المنظر والشكل واللون نتاع مازال خاطر اما بدا يظهر معناه اي لي كولور هذوما ما همش سائلين يعني نقولوا احنا فيسكوز عقد شوي يعني كي نقعد هكايا كل مره ندور بالطرف بالطرف لين ياخذ الشكل لين تحس اللون الاحمر ما هبطش هكا فرد مره روج فهمت الطريقه انه يتداخل مع الابيض ويعطينا اللون حلو متميز نتاع الرخامي. تحسه كانه مرسوم بالفرشات معناه رغم اللي ما قمناش به العمليه. انت فهمتني هنا علاش ندور انا بالطرف بالطرف؟ علاش؟ الخاطر الداخل انا نشوف في اللون قاعده نشوف فيه اللون ماني قلت لك فيسكو عاقد ماهوش اللي جاري دونك الفيسكوزيتي هذيك يخليه يتحرك بشويه بشويه باش يعطينا اللون نتاع الرخام اللي حكيت لك عليه. انا ندوره على البلايص ما فما بلايص هكا ظاهر مثلا الروج هذيا مثلا ماهوش مخدومه هاك يعني اللون نهزه للبلاصه هذه باش يعطينيك الاحمر الرخامي شفت اللون؟ اي صحيح. دونك انا بالطريقه نتاع التحريك نتاعي هو اللي باش يعطي جماليه نتاع التقنيه هذه ما نحركش بزربه هكا لا نمشيو بشويه بشويه على خاطر اللون عاقد. العمليه هذه تدوم معناها مده طويله شويه سيده نتاع حبلي درجين ربع ساعه لين يركح بالطرف بالطرف هذه طريقه. اخذنا الجزء الاول من طريقه المغبغاج هذه نتاع المزهريه بطبيعه فما جزء ثاني ديما كالعاده تاع التلوين نتلاقاو فيه معاك نشوفوا النتيجه جميله ان شاء الله لهالابداع هذايا والفن الجميل هذايا كيفاش المزهريه هذه ولات نرجعوا لك بعد قليل سيده انيسه. مازلنا مواصلين بارك الله فيك في الاستضافات والاركان القاره والانغام ايضا مقطع من عرض الزياره للفنان سامي لجمي والعديد من الفنانين ثم نعود الى المباشر. مواصلين في الاستضافات والاستضافات المره هذه تجينا من مدينه المياه ومدينه النسري ومدينه كعك الورقه والعديد من المميزات الطبيعيه الجميله زغوان. جينا من زغوان سي محمد بن حدا المندوب الجهوي للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات. صباح الخير سي محمد مرحبا بك. هذا واجبنا في الحقيقه باش نحكيوا على اليوم الدراسي نتاع البارحه حول العاملات الفلاحيات وحقهن في التنقل الامن من ارهاب الطرقات. قويه كلمه ارهاب الطرقات هو ارهاب يعني الاختيار مبرر. الاختيار مبرر نعم هو كيف تكسف كي تنسف انت ارواح الابرياء دونك ارهاب. صحيح صحيح الطرقات. اكيد برنامج حافل البارح الحقيقه معناها وحضور متميز. اكيد هو حضور متميز. البارح عملنا يوم دراسي في المدرسه العليا للفلاحه بالمقرن. نعم. بحضور بشرف السيد ولي زغوان سي محمد العش بحضور رئيس الجمعيه التونسيه للقاعه الطرقات سي عبد الفريقي. نعم. كذلك في ضيافه احنا السيد سليم الروز مدير المدرسه العليا للفلاحه بالمقرن. نعم. حضروا فيها عديد المحاضرين المختصين كما المدير الجهوي للوكاله النقل البري كما سي اشرف يحيوي عضو مكتب تنفيذي ومختص في استرجاع معناتها وذات الضحايا الحوادث كيف السيدة أمال بلافي المندوبة الجهوية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كيف طلبة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. يعني كان برنامج ثري جدا معناها الأطراف المتداخلة الكل الوكالة الفنية للنقل البري
باهي. المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أيضا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة موجود في شخص رئيسه الجهوي هكا ولا معناها لما حلوة برشا وتميز الحضور للطلبة خاصة طلبة. أكيد أكيد الطلبة خاطر هم اللي باش يتفاعلوا معنا في النقاش خاطر نعم. احنا شوف هو نقل العاملات في الحياة هو موضوع تنساه عنده مدة ما احنا ما نفكروه كان كي تصير فجأة كان كي صحيتك العاملات الفلاحيات الكادحات اللي يقوموا من الفجاري مسكنات ويركبوا على كل الحافلات مش حافلات عندهم معناها سيارات النقل البشري خلينا سيارات الموت البيكاب بيكاب بلغة الاوتوموبيل يعني الكاميونات ولا الكمين الكمين نقولوا الكاميون كبير الكاميونات الصغيرات هذوكم الباشي وما همش باشي حتى كان جاو باشي كي يصير حادث نتذكروه ومن بعد ننسوهم يمشيوا من الصباح للطياح 12 ساعة و14 ساعة على 10 دينارات وعلى معناها ما يزيش هذاك والنقل غير امن معناها صفر امان صفر امان هو ذيك اللي احنا في تونس واليوم نتفكروا حاجه كي تصير فجاه كان كي يصير الحادث كي نوصلوا له الحادث ما احنا الجمعيه نتاعنا هي الوقايه من هالطرقات دونك يلزمنا ديما في البرامج نتاعنا بالاخص من بعد المؤتمر نتاعنا اللي خذينا برنامج كامل مؤتمر جمعيه خذينا برنامج كامل معناتها باش يكون عمل مستمر ونفكروا ديما في الحاجات هذوما باش نتوقعوا من الحوادث هذه من الفجعات اللي باش تصير لنا ان شاء الله لطف علينا ان شاء الله ما تصيرش امين امين ربي يحفظنا ربي يحفظ نسانا و عاملاتنا الفلاحيات الريفيات والعاملين اللي يقوموا من الفجاري ويمشيوا يكدوا ويبذلوا في سبيل معناها النهوض بانفسهم بعائلاتهم وبالبلاد. الحقيقه العديد من الورشات والمداخلات على جانب كبير من الاهميه سي محمد هكا ولا؟ اكيد هو خذينا تقريبا الورشات نتاع الاطراف المداخله الكل هاي. وحتى اللي راهم ماهوش عاملين المحاضرات حاضرين معنا كالمدير الجوي للنقل كيما العاون الادارات الامنيه الكل الحرس والشرطه الحمايه المدنيه الحمايه المدنيه اللي هو شريك فعل معنا في الجمعيه بالخاص في زاوين كل نشاط نعملوه نعم. يكونوا فريق التكوين نتاعهم يكون معنا اذا معناها قلت لي اقليم الامن واقليم الحرس والاداره الجهويه للحمايه حاضرين زاد بالطبيعه خاطر الاطراف الكل تقريبا نعم. حتى الاتحاد النسائي فما شهادات حيه نتاع فلاحات فما هذه لمه كبيره ياسر هو يوم دراسي اخذيناه اخذيناه جهوي وبعد رديناه بصبغه وطنيه نحكيو على حاجه وطنيه ممتاز. حتى اللي متدخلين معنا ما يحكيوش على حاجات تخص زغوان بركه تخص نحكيو على سيدي بوزيد حكينا على القسرين حكينا على السبال حكينا على برشا حاجات ايوه بالطبيعه فما الجانب الامني أكيد. فما الجانب القانوني وفما جانب المجتمع المدني حسب ما شفت برنامج أكيد. اليوم الدراسي المجتمع المدني حضروا معنا الهلال الاحمر حضروا نعم. معنا كما قلت لك الاتحاد النسائي اتحاد فلاحين زاد كيف كيف حضر معنا يعني اللي حضروا معنا كل عملوا مداخلات واثروا النقاش اثروا الحوار بالطبيعه خاطر الطلبه بيدهم قاعدين أي. يشوفوا في حاجات اللي ماهوش مستانسين يشوفوها خاطر المستانسين تصير اجتماعات مضايقه في ولايه ولا في مجلس صحيح. وزاري ولا في وزاره معينه الطلبه لقاو حاجه معناتها قدامهم ديريكت معناتها النقاشات نتاع بين السيد الوالي والمندوبين الجهويين والامنيين والكل لقاو يغزرونا يشوفوا من المهم ديركت. جدا استاذ محمد وهذه بادره متميزه تحسب للفرع الجهوي للجمعيه التونسيه من حوادث الطرقات انه نلموا الاطراف الكل أكيد. على طاوله واحده ونسمعوهم شنو يقولوا لانه المواطن احيانا يتساءل هل تغضوا في الطرف على هالعاملات هذوما يركبوا في كاميونه باشي ويمشيوا يخدموا والا تخليوهم على خاطر ما ثماش امكانيه انهم اذا كان ما يمشيوش على الكاميونه هذيك ما يتحصلوش على المبلغ اليومي بين ظفرين الضئيل هذاك باش يقوتوا انفسهم وصغارهم والا الامكانيات نتاع البلاد والعباد ما تسمحش ان نعملوا حفلات ونعملوا نقل معناها يراعي ابسط جوانب الامان هكا ولا اكيد هو فما وزاره المراه وهي عملت برنامج خاص بالنساء هذوما على اساس باش تخرجهم من النشاط هذاك وتمشي تعمل بروجي وحدها ونجحت في بعض الحالات في بعض الحالات فما النساء وصلوا تو نساء اعمال معناتها عندهم مشاريع كبيره صحيح مي فما فئه معينه من الناس هذوم هم الاغلبيه الحقيقه احنا حسب الاحصائيات اللي شفناها ومع حسب الحديث نتاع المسؤولين اللي عندنا والناس اللي متداخله معنا لقينا اللي زاد هما بيدهم النساء هذوم ما عندهم دور في العمليه هذه خاطر هما بيدهم يقول لك انا نرضى نمشي معناتها نمشي نخدم وناخذ 10000 فرانك وحتى كان مت ما يسالش المهم هاني نمشي نخدم شوف للضرورة أحكام سي محمد لا تصور أنا ديما نحط روحي في الموقف متاع الأغلبية بين ظفرين الصامت هكا ولا والحمد لله بفضل التلفزة وبفضل الخبرة والخلطة
بين ظفرين، نعرف الاوضاع. اعتقد معناها في شخصي متواضعني نعرف الاوضاع على المستوى الوطني، معناها تقريبا ما خليناش شبر من تراب الجمهوريه ما مشينالوش وما شفناش وما زرناش. الحقيقه راهو اللي يركب الصعب معناها كان المضطر بالطبيعه هكا ولا هو اكيد الاحتياج هي اللي يخلي الناس تشوف. نعم هذا اش حبيت نقول، الاحتياج. احنا تو حتى التوصيات من ضمن التوصيات اللي خرجنا بهم البارح في اليوم الدراسي كونه مراجعه القوانين اللي صنتهم الدوله. طب مثلا القانون عدد 51 سنه 2019 أي. المتعلق باحداث سم جديد للنقل العام الفلاحيين وكيف كيف هذا اللي استوى عندنا صفر رخصه. توا احنا عملنا قانون كالعاده في تونس، معناها عملنا قانون في 11 جوان 19 وقعد حبر على ورق. مقدم حتى حد باش ياخذ رخصه. معناها مش مشكله القانون ولا مشكله الدوله، مشكله القانون. خاطر احنا تو باش نعملوا يوم دراسي اخر يخص نعم القانون هذا. نعم ماذا بينا نكثروا. خاطر القانون ماهوش حاجه ملزمه، لازم يتطوع ويتبدل حسب الواقع اللي عندنا في تونس. احنا نعملوه القانون مش هو يعملنا. اكيد تو انت مثال للسائق، تجي تقول له تاخذ حفله فيها 30 بلاصه مهيئه وكل شيء وباش يمشي يخرج لك. حفله فيها 30 بلاصه ب 400,000 دينار راهو. صحيح باش ياخذها بالكامبيالات. حسب ما نعرف. باش ياخذها باش ياخذها بالكامبيالات، باش يقول لك انا نهز الصباح ونروح بهم العشيه. ايه بين الصباح والعشيه شو نعمل؟ والخلاص اللي باش ياخذوا ماك 30 عامله باش يخلصوا الكامبيالات ويعيشوا وما يعيشوش. مستحيل. يقول لك اكثر حاجه من هو القانون يقول لك هو يهز العامل الفلاحيات ويرجعهم. صحيح هذيك هي المشكله. احنا باش نحبوا نبدلوا القانون هذا على خاطر زاد كيف كيف الانفراستركتور هو باش يدخل فيها مسالك فلاحيه. اي مسالك فلاحيه لازموا سياره رباعيه الدفع وشوف وشوف. وشوف وشوف. فهمني أيوة. خاطر باش تتكسر السياره حتى تو النقل الريفي معناتها كي تقول له برا هز سخرك انت تمشي تهز العاملين تقول لك ما تدخلش المسالك الريفيه هذيك الضيعات راهي بعيده. النقل الريفي اللي ممكن معناها اللي نعرفوهم خط اصفر هذوكم ممكن ملائم تسعه ثمانيه بلايص والسائق تسعه بلايص معناها في ظروف طيبه، ولكن ما ينجمش يدخل بسياره عاديه لكن المسالك الفلاحيه الريفيه اللي تعرفوها الكل في انحاء الجمهوريه الكل. هو تو حسب وزاره النقل اللي هبط زاد تقريب في الرايد الرسمي ما عندوش برشا اللي تم الغاء رخصه النقل الريفي، خاطر تو في القانون الجديد احنا بلديه الكل منطقه حضريه. صحيح. النقل الريفي ماشي يجي في بلدي، شوري نقل جماعي تاكسي جماعي. اي. دونك حتى علاش ما نحيوهاش حتى الرخصه هذه نلغيوها، نقل رخصه نقل عاملات نلغيوها ونعملوا حاجه جديده. باهي انتم بلغتوا المقترحات هذه نتاعكم. اكيد احنا ما يسمى بالتوصيات. على المستوى الجهوي بالله نحب نعرف الأطراف المسؤولة وخاصة السيد المدير الجهوي للنقل والمدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري، كيفاش كان تفاعلهم؟ كي هما يحكيوا هما اللي عطاونا الواقع اللي صاير. قال لك انا تو كمدير جهوي. قال لك كمدير جهوي ولا كوزاره نقل تو جاتني صفر رخصه من 2019 حتى حد ما قدم شيء من رخصه. ما نجمش. دونك القانون ماهوش. ما نجمش يقدم شنو تقول له حافله. انا الحقيقه عندي الرقم الدقيق نتاع اسعار الحافلات الكبيره 53 بلاصه ب 650 660 الف دينار، معناها كي نحسب على 30 نلقاها ما اقلش من 400-450 الف دينار. حتى حد ما عنده الامكانيه باش يشري هالنوع هذا من الحافلات. شنو هي الحلول والمقترحات اللي فيما يخص النقل بعد باش نجيو للجانب القانوني والاجتماعي. فيما يخص النقل احنا توا قلنا باش نعاودوا مراجعه القوانين هذه ونعاودوا نعملوا ورشه جديده باش تكون على مستوى وطني يحضروا فيها حتى الوزراء معنا ان شاء الله. سي عفيف هو قال وعد باش يحضر فيها السادة الوزراء ومجلس النواب الجديد هو اللي باش يفعل. احنا باش نعطيو مقترح نتاع قانون جديد ان شاء الله باش يتم اعداده في ورشه في يوم دراسي اخر وباش نعطيو توصيات هذه للمجلس النواب الجديد وان شاء الله هما يعاونونا فيها. هذا الجانب القانوني باش نشوفوا الصيغه ننقلوا بها العاملات الفلاحيات في ظروف امنه. الجانب الاجتماعي والجانب الجمعياتي. الجانب الاجتماعي زاد كيف احنا تو البارح تطرقنا بخلاف الحوادث تاع الطرقات تطرقنا بالخاص السيد المندوب الجهوي للمراه، معناتها المساواه بين المراه والرجل ماهيش مفعله في العاملات الفلاحيات، العاملات الفلاحيات ماهمش ما عندهمش حتى ربع مساواه مع الرجل. انت تمشي تخدم هي تاخذ 10,000 والرجل ياخذ الدوبل نتاعها. علاش؟ ولو انه حتى 20,000 ما تعمل شيء. كي يصير الحادث زاد كيف سي اشرف اليحيوي العضو المكتب التنفيذي لقناه الطرقات اللي كيحكي على الخسائر البشريه والتعويضات الماديه تطرقنا الموضوع كونه كي يصير الحادث في التقرير الطبي بركة تكتب هي عاملة فلاحية، لكن في التقرير الأمني بعد في البحوث الأمنية الكل تلقى لا شيء، المهنة لا شيء، بطاقة تعريفتها لا شيء. علاش الرجل كي يبدأ عاطل العمل تكتب له عامل يومي والمرأة لا شيء. بالله الأطراف الأمنية سادة المديرين الزوز نتاع إقليم الأمن الوطني وإقليم الحرس الوطني بزغوان والضباط السامون اللي حضروا معاكم، شو كانت اجابتهم على النقطه هذه؟ كانوا متفاعلين معنا حقيقه وكانوا ايضا هما خاطر عاشوا وقائع معناتها هما والحمايه المدنيه بالخاص خاطر الحوادث هما اللي يمشيوا لها. صحيح.
هما اللي يهزوا النساء هذوكم، هما اللي يعملوا البحوث معاهم، هما اللي البحث الاولي والحمدانيه وكل الالقاب، يحكيون على ماساه بالاخص. عندنا تقريبا رئيس فرقه مرور بتاع الحرزه وين حضر في الحادثه بتاع السبيل قبل كان يهزوا السبيل، ذكروها الكل الله يرحمهم وينعمهم من ربي يرحمهم الكل. يحكي لنا معناتها قال ماساه، قال والادهم الامر هو اعطانا طرفه صغيره هي وماهيش باهي. اي من المضحكات المبكيات. كيف مشى وقت تفكروا وزير رئيس الحكومه تقريبا روحه مشى وقت يوسف الشاد مشى حضر معناتها في السبيتار وكله، هو مروح قدامه كراهب اخرين نفس العمليه، كراهب العاملين في الحياه مروحين في الكمين قدامه، معناتها حتى تحريكه معناتها غزار لها متعدد. باهي الحلول خلينا نكونوا عمليين وواقعيين، الحلول كيفاش تراوها انتم نتاع نقل العاملات الفلاحيات؟ احنا كيما قلت لك فما تو الحلول بالاخص نتاع وزاره المراه، وزاره المراه قالت انا مستعده ومشيت هي ونجحت في الحاجات هذه، قالت نعطيهم مشاريع ذاتيه، معلاش نخليها تخرج تمشي من إيه. لكن الحقول هذيك شكون باش يخدمها سي محمد كيما يمشي هذيك يلزم الفلاح. تو كيما الطلبه البارح مثال ترق قالوا احنا ليش خاطر الطلبه عندهم تجربه في القرايه نتاعهم قايرين على معناتها ضيعات الاجنبي كيفاش يخدم الضيعه نتاعو معناتها الحاجه الايديال. معناها تجارب المقارنه. تجارب اللي هي ايديال معناتها تجارب مثاليه. مثالية. قالوا علاش ما يصيرش كيف ما موجود في الخارج الرئيس للضيعه ولا صاحب الضيعه هو اللي يتكفل بنقل العمل هذاكم، ولا يعمل لهم حتى مثل لوجمون صغير ولا حاجه، كي تبدا عنده خدمه موسميه يجيبهم يحطهم بحذاء غاديك يخدموا ويبداوا عندهم الحقوق نتاعهم كيف كيف الدوام نتاعهم المعيشه نتاعهم. هما في العاده العاملات هذوما نحكي على مستوى خبرتك معناها الجهوي في زغوان ولا بصفه عامه ما همش يعني على طيلة العامة موسمية فما وفما هذه المشكلة هي هو عطينا المشكلة نعطيك هو الحاجة بسيطة برشا. أيوة. العاملية الفلاحيات ما يحبوش يمشيوا لك في حتى نقل آخر بخلاف السمسار اللي يهزهم بالكاميرا هذيك على خاطر السمسار الكلفة. لا السمسار هو اللي يعرف الضيعة الفلانية قداش تحق من عاملة معناها منها هو اللي يفكتيهم من كل واحد منها يدبر لها مخدم ومنها يهزهم يخلص في الترونسبور ويقص عليهم الشهرية نتاعهم الجورنات نتاعهم. معناتها علاش قلت لك السمسار هو بيدو يمص الدم نتاعهم زاد كيف كيف يا لطيف ما عندهم زاد يتصور في عوض باش تخدم ستة أربع سوايع تلقى روحها تخدم في ثمانية سوايع باش تنجم تروحوا ب 10000 باش تطرح ال 2000 نتاع الترونسبور نتاع الركوب ولا 2000 نتاع الكوميسيون نتاع السمسار تلقى روحها مجهدة على الاخر باش نجم تروح ب 10000 نهار كامل تخدم لك من 6 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشيه باش تروح ب 10000 فرنك. من معناها السيستم سامحوني معناها نظام هش الحقيقه كلمه هش شويه فيه شويه وهم وهذا اقتصاد موازي راه ماهمش داخلين في المنظومه الاقتصاديه. رغم اللي ثم مبادره نتاع دينار في النهار بالبورتابل هذيك نتاع التغطيه الاجتماعيه ما نعرفش اذا كان مفعله ولا لقات الصدى ولا ما لقاتش صدى كبير ما كملوا ما وصلوش فيها. علاش الاسباب زعما؟ الاسباب كما قلت لك العباد تفكر الحاجات هذوما كان في المناسبات كان تصير فاجعه لو كان صارت فاجعه اخرى تو يجري وكل يعملوا حتى 5000 دينار بعد تنسى هذيك المشكله فماش الاستمراريه طبعا. نعم. كجمعيه قاعدين نفعلوا في الاستمراريه نتاع المشاكل هذوما كل يوم نعاودوا نخرجوهم نحطوهم على الطاوله العمل تفعيل والاستمراريه. قلت لي التوصيات باش نحكيوا على زوز محاور. اولا التوصيات اهم التوصيات اللي خرجنا بها من اليوم الدراسي حول العاملات الفلاحيات وحقهن في التنقل الامن من ارهاب بطرقات. اثنين الاستمرارية. قلت لي فما برامج على المستوى الوطني في إطار معناها التفاعل مع هذه التوصيات. شنو هي التوصيات أولا سي محمد؟ التوصيات كما ديجا حكيت لك منهم شوية أنا. التوصيات أول حاجة في البعد الاجتماعي أي. اللي النساء هذم يلزم أول حاجة وزارة الفلاحة تستعرف بهم كعاملات فلاحيات تعطيهم رخصة تعطيهم شهادة عمل أي. شهادة عمل فلاحي على كيما الراجل ياخذ مثال عامل فلاحي ولا عنده نشاط فلاحي ياخذ فما شهاده كيف المراه علاش ما تاخذش شهاده عامل فلاحي؟ نحطوا لهم زاد عامل فلاحي ولا عامل يومي في بطاقه التعريف ولا عامل يومي في بطاقه التعريف كيما الراجل نحطوا لهم حقهم في التعويض في محاضر البحث نتاع الحرس خاصه لاسيرونس بالاخص لاسيرونس اي تامين اي الحاجه الاخرى كيف احنا دعينا وزاره النقل باش تعمل مراجعه للقانون نتاع 51 كان لازم تلغيه جمله قانون 11 جوان 2019. يعطيك الصحه. وزاره المراه كيف قالت قبل نجم نعمل كراس شروط لسيارات نقل العاملات معناتها تعمل كايت شارج واللي يقدم كايت شارج هذيك ويجيب وسيله تولي الامور اسهل يا خويا تولي اسهل له على خاطر زاد باش ياخذ لك سياره يخدم لك بها صباح برك ويقعد يستنى اللي يروح بهم العشيه لا يخلص هو اللي نجم يخلص الكهرباء نتاعو. كيف الله يرحمه ويرسل الطلبه نتاعنا قالوا احنا نحبوا نعملوا البحوث نتاعنا والبروجي فانديتود على المشكل هذايا ديجا خذيو البارح اربع طلبه قالوا احنا الطلبه هذوما نتاع انا مؤسسه جامعيه تو انا احنا تقريبا باش انا شراكه مع جامعه كرتاج كجمعيه
تقريبا عندنا في كل جامعه اكاديميه طلبه سفراء سلام نعم على الطرقات. نعم ويخدموا في البحوث هذم ويعملوا في الاحصائيات نتاعهم. كنا استضفنا نادي سفراء سلام في كليه العلوم. كليه العلوم عمل نعم كليه العلوم بتونس عمل تظاهره معناها مهمه، ولكن انتم خدمتوا بالشراكه لانكم ركزتوا على الجانب القانوني مع سفراء سلام بتاع كليه حقوق والعلوم السياسيه بالمركب الجامعي. اكيد كيف كيف الباحثه بالاخص السيده اسماء الوسلاتي هي باحثه في العلوم الجزائيه وعضو الاكاديميه الوطنيه، هي كيف كيف عملت مداخله البارح اتطرقت فيها على التعويض على حوادث الطرقات في حال نقل اشخاص في ظروف غير امنه، معناتها كيفاش التعويضات نتاعهم كيفاش البحوث نتاعهم تصير، وهي اللي طرقت الحكايه كونه في البحث الاولي تلقى اسم هي عامله في لحية طبيب يحط راهي عامله في لحية لكن في الامن كي يشوف بطاقة تعريف يلقى لا شيء مش يحط لا شيء ماهيش عم تولي ما تاخذ وهذا اي وهذا يلغي حقها في التعويض أكيد. وفي التامين هكا ولا اكيد نعم قلت لي فما مواعيد مستقبليه في سياق هالنشاط هذا سي محمد ان شاء الله احنا تو كونا الاكاديميه الطلبه سفراء سلام على الطرقات بالمدرسه العليا في لهب المقرن باش تبدا هي تعمل النشاط نتاعها في البحوث نتاعها كيف كيف احنا البارح في من ضمن التوصيات خرجنا بكونا باش نعملوا يوم دراسي حول القانون عدد 51 سنه 2019 باش نعملوا صياغه جديده والا باش نطلبوا انه معناتها الغاء وصياغه قانون جديد نعم. كيف كيف باش يكونوا بينهم هما بين وزاره المراه ووزاره النقل باش نعملوا يا اما نفعلوا كراس الشروط يا اما نعملوا قانون جديد ونطرحوه على مجلس النواب الشرق القادم. شكرا لك على الحضور وعلى النشاط وعلى العمل المتميز لفائده العاملات الفلاحيات ولفائده ضمان النقل الامن للنساء الكادحات على مستوى معناها جهوي في زغوان وعلى المستوى الوطني. عندك اضافه سي محمد؟ لا نحب بالمناسبه نشكر كافه اعضاء جمعيه توصيل وقيمه الطرقات على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي الشباب نتاعنا الطلبه اللي حضروا البارح السيد ولي زغوان على اشرافه اليوم الدراسي سي عفيف الفريقي اللي حضروا بزغوان كافه المدخلين اللي حضروا معنا البارح من اطارات امنيه ومدير جوي والساده معتمدين. نحب نشكر كل منخرط في الجمعيه على خاطر احنا الرساله نتاعنا نبيله برشا هي الحق في الحياة. صحيح الحق في الحياة أهم الحقوق على الإطلاق. شكرا لك سي محمد بن حدة المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بزغوان. مازلنا مواصلين في الاستضافات في الفقرات والأركان القارة في الأنغام باش نرجعوا لصابرين نشوفوها وين وصلت في أعداد وتطبيق تطبيقي هو تطبيق الحقيقة عمل تطبيق في أعداد وتقديم أطباقها اللذيذة. تفضل صابرين. عايشك زيد. احنا لهنا قاعدين نحضروا في الفريت نتاعنا كما قلت لكم باش نقليوها على مرتين هذايا احنا ديجا توا في المره الاولى وهذا اكزامبل نتاع ساندويتش باش نوريكم هاو كخذا لون محليه مزيان من الصوص هذيك اللي حضرناها ووريتكم ندهنوا بها الخبز هاني باش نوريكم اكزامبل اخر ديجا هذا يحضر عندنا لهنا الزيت والفلفل زينه والكاتشاب كما قلت لكم نحطوه من بعد باش ناخذ الساندويتش نتاعنا وكيف كيف هو زيدا باش نمسحوه بالخليط هذاك ومن بعد اكيد نقلبوه يتحمر من جهتين ولهنا باش نمشيو للكرواسون نتاعنا كما قلت لكم عندنا الكرواسون اللي ساعات يقدم لنا كرواسون ناتور في الدار ونحبوا نبدلو ساعات نجمو نحطو في وسطو شوكولا اما انا اليوم اخترت نعملوه اوزاموند كريم باش نحضرو مع بعضنا دونك هذوما كعبه الكرواسون تاعنا لهنا عندنا 50 غرام زبده شفتوا الزبده تكون طريه دونك نحطو الزبده وعندنا معاها كعب عظم نحاولوا نمزجوهم شويه مع بعضهم وباش نزيدوهم السكر والبودر نتاع اللوز دونك هذا السكر نتاعنا 50 غرام كلهم نخلطوهم توا جوست انا نستعمل فرشيطه بالعاني باش نطري الزبده اكثر وتدخل اسهل في المكونات خاصة انه الكونتيتي صغيرة الفويت واللي تعطلنا هكيكا دا
دونك كيما هكا وهكا الزبده تمزجت تقريبا كلها مع العظم والسكر. وتو باش نزيدو البودر نتاع اللوز. عندنا هذيا اخترت البودر لوز احمر، يبدا مطعمو افوح معناتها. نخلطو بشويه بشويه، والخليط اللي باش نتحصلوا عليه باش نحطوه في وسط كعبيه الكرواسون ومن الفوق زاده. دونك نخلطوا بالقدا المكونات بالشكل هذا. توا باش نوريكم كيفاش باش نحطوا الكريم هذايا هكا في كعبيه الكرواسون تاعنا. هذايا كعبه الكرواسون، ناخذوا السكينه نتاعنا ونجيو نحلوها من الجهه هذي. كيما قاعدين نشوفها هاك حليناها. توا عندنا لهنا السيرو اللي حضرناه، هذا السيرو باش ناخذو منه شويه وباش ندهنو الكرواسون تاعنا من فوق قبل ما يدخل للفور. راهو بالشكل هذا. وتوا باش ناخذوا شويه من الخليط نتاع الكريم اللي حضرناها باش نحطوها في وسط كعبه الكرواسون. دونك بالشكل هذا وباش نزيدو نحطو شويه من الفوق كيما هكا. وباش ناخذو اللوز نحطوه من فوق بالشكل هذا باش نحطوهم في طبق الفور. اكيد باش نكمل الكعبات الاخرين اللي عندنا باش نحطوهم في طبق الفور على بابي كويسون حتى لين تطيب الكريم من الداخل والكرواسون يرجع كروستيان من برا واكيد يكون طري من الداخل. هذايا احنا لوين وصلنا. وتوا نخليكم مع زياد. وصلنا الى مرحله متقدمه في اعداد الاطباق الجديده نتاع اليوم. نرجع لك وقت ما تحب صابرين تاخذ الكلمه. وبطبيعه الختام ديما معك انت في نهايه البرنامج. مازال برنامجنا متواصل تقريبا مازال اكثر من ساعه من البث المباشر فيها العديد من المحطات الهامة، الروبورتاجات، التحقيقات المصورة، وتحقيق من إنجاز زميلتنا إيمان عبد القادر حول عودة الروح إذا كان صحة العبارة للسياحة في تبرقة وعين الدراهم وولاية جندوبة شمال غربي عموما. تفضلوا. سي عيسى، تبرقة تشهد انتعاشة كبيرة في السياحة، كان تحكينا وتعطينا أكثر تفاصيل. بالفعل مع انطلاقة الموسم السياحي 2023 وتزامنا مع العوامل المناخية الملائمة لتساقط كميات هامة من الثلوج، كان لها الأثر الإيجابي على توافد العديد من الزوار للاستمتاع والتمتع بهذه المناظر الطبيعية الخلابة. الحمد لله المؤشرات شهدت تحسن ملحوظ، هناك معناها زيادة هامة على مستوى الوافدين بمختلف مؤسسات الإيواء السياحي، بلغت في حدود 154%، يعني توافد أكثر من 27 ألف وافد مقابل تقريبا 10,000 وفد خلال شهر جان في 2022. وكذلك حققت الجهة أكثر من 44,000 ليلة مقضاة مقابل 19,000 ليلة مقضاة، هناك زيادة هامة ب 125% مقارنة بشهر جان في 2021، وهناك زيادة ب 21% مقارنة لشهر جان في 2019. تونس معناها في المطلق معناها فيها من البقايا ممتازة جدا، معناها الاختلاف الأنواع نتاعها، معناها في الصيف في الشتاء
ودعوة انه الناس معناها تعرف بلادها قبل ما كيما نقولوا معناها تخرج لبرا وتشوف تونس معناها فيها كل شيء. والمنطقة هذه منطقة معناها عندها الخاصيات نتاعها، لكن في حاجة انه تزيد معناها تتحسن باش تستقطب معناها عدد اكبر من المسياحة الداخلية. وتونس بلاد ممتازة جدا، ومناش في حاجة لا مش نخرج لبرا ولا حد شيء، راهو موجودة معناها المناطق الباهية من الشمال للجنوب، والحقيقة معناها من ضمن المناطق الجبلية اللي عندها معناها خاصية كبيرة ياسر. جيت أنت والعائلة لعندرا؟ أي جبتك الجولة؟ الحقيقة عجبتني برشا محلاها. مين جيتوا ساعة أنتم؟ احنا من تونس العاصمة. العاصمة أي من بن عروس. الحقيقة تفرهدنا، الحقيقة كانت جولة ممتعة ماتعة رائعة جدا. الحقيقة المناظر الطبيعية رائعة جدا، رائعة خلابة، معناها مشاهد خيالية ما كناش نتوقعوا اللي في تونس، معناها فما مناظر جميلة كما اللي شفناها. الحمد لله بلادنا ياسر مزيانة الحقيقة. نشجع الناس الكل باش ياخذوا معناها فسحة من الراحة ويمتعوا بصر والخيال باش يشوفوا مناظر كيما هذه. والعباد ياسر محلاهم الحقيقة. أول مرة تجي لعندنا؟ أي أول مرة. عجبتك؟ محلاها على الأخر الحق، ما تخيلتيش تكون هكا، معناتها فيو كل شيء، حتى العبيد محلاهم حاجة إكسترا أوردينير. حاسيلو سخنة سخنة سيرتو هكا خلطنا على الثلج عرفت، والكل حاجة انكرويابل. والله محلاها على الأخر، محلاها محلاها. أول مرة فريمون طيارة، طيارة برشا. ننصح أي عبد بالحق يجي ويكتشف المناظر اللي عندنا في تونس، مزيانين على الأخر بالحق. تونس مزيانة برشا، معناتها من كل بلاصة تونس تجمع الجمال. والله أنت والعائلة؟ أي جيت أنا والعائلة. فرهدتوا؟ أي بالحق تفرهدنا، تمتعنا كسوة بالمناظر الطبيعية كسوة لوتيل إكسترا. معناها البلايص اللي عجبوك في عندنا؟ اليوم مشينا بنيمتير وشلالات وكل شيء، طيارة زيدة، مشينا البراج ولا زيدة محلي ما شاء الله، معناتها مناظر طبيعية مزيانة. حتى البلاصة هوني اللي وين لوتيل زيدة مزيانة برشا، الفيو متاع الشامبر جيتنا محليها على الأخر. مناظر طبيعية، ويعني أول نهار جينا محليه الثلج وكل مع الجبل، ويسر مزيانة الفيو متاع البيت متاعنا واللوتيل يسر محليه. بالنسبة للسياحة الاستشفائية بالمياه، ما تعرفوا اللي تونس تحتل المرتبة الثانية في المدويات بالمياه المعدنية ومياه البحر، وديما قاعدين نتطور وديما معناتها نستقبلوا في حرفاء من تونس ومن برا تونس. و ديرجة يعني هي السياحة ولات الاستشفائية؟ اي بالطبيعة. اي شنو نوعية الحرفاء؟ الحرفاء متاعنا احنا نستقبلوا لهنا كافة الأعمار، من الأطفال للشباب الكهول والشيوخ، وحتى الرياضيين يجيوا لهنا باش يعملوا التربصات التدريبية بتاعهم. وعندنا شكون يجي يداوي استجمام يعني في تلك الموسم، ولا فما يعني فترات في الموسم تبدا ناشطه فيها السياحه يعني. بالنسبه للرياضيين نستقبلوهم خاصه في الصيف وفي الخريف باش يعملوا تربصات تدريبيه بتاعهم. بالنسبه لبقيه الحرفاء يعني باش يداويوا امراض الروماتيزم او الحساسيات التنفسيه، مشاكل الانف والحنجره مثلا، يجيوا خاصه في الخريف والشتاء وفي الربيع. عندنا توانسه، عندنا جزائريين، عندنا من قطر، عندنا من السعوديه، عندنا من الكويت، نستقبلوا حرفاء من العالم الكل. فما شكون يجينا ريغوليرمون كل عام ولا كل عامين، حرفائنا اللي في ديل، اللي كليون في ديل نقولوا لهم، يعملوا ليكور نتاعهم يعني منظمين، وديما نلقاو قدره ربي معناتها نتائج باهيه. فما شكون يجي وحده، فما شكون يجي وبصفه طبيه يبعثوا الطبيب نتاعو، فما شكون يبعثوه عن طريق الكنام باش يعمل كور اوغيل والا كور روماتولوجيك. في الحالات الكل انا نعمل لهم الفيزيت ميديكال، تشوف شنو هي الحاجه الملائمه، الحاجه اللي ما تبداش ملائمه، خاطر نستقبلوا عباد كبار يعني عندهم بروبليم دو تونسيون، عندهم بروبليم كاردياك، فما حاجات تلائمهم وحاجات لا. وبعد نوجهوهم ونعملوا لهم برنامج العلاج الخاص بهم.
في فقراتنا القارة، مرحب بين الاستضافات والفقرات القارة، وكل خميس الفقرة القارة اللي في جزئين، الحقيقة هي تقريبا الفقرة القارة الوحيدة اللي في جزئين، هي اللي مع السيدة الفنانة والحرفية أنيسة روابح. بدينا بالفاز، كان باللار عادي ما في شيء. لو كان نعاود نذكروا ايش عملت بالضبط في البدايه، وحتى لين وصلنا توا للمرحله النهائيه هذه يا سيده أنيسة. الفاز هذايا كان شفاف باللار عادي، باللار شفاف. حاولنا ان نلونه من داخل، فما اللان كولور يعني اللون ماهوش ملون، هذا لو ميديوم اللي باش يسهل المربراج. من بعد استعملنا اللون البلون كاسي ابيض هذايا، خاطر ما يجيش مربراج من غير اللون الابيض. ومن بعد حطينا شويه احمر من الالوان الشفافه نتاع البلور، اللون الاحمر واللون الاخضر هذوما زوز، حطينا شويه صبيناهم من فوق، صبيت من فوق وقعدت كل مره هكا ندور بشويه باش نشوف انه الطون اللي نحبه اكثر، الاحمر اللي نحبه يغلب والا الاخضر نحبه يغلب، دونك انا والطون كيفاش. ايوه توا المرحله بعد ما سايي، خاطر قلنا احنا لازم نشدوها كندوروا تقريبا قداش؟ ربع ساعة، ربع ساعة باش يركح اللون وشنو اللون اللي احنا يساعدنا. خذينا الفون تاع البلار، الفون هذايا هو يجي ذهبي او فضي او برونزي. انت اخترت الذهبي؟ اخترت الذهبي به، هذايا من الالوان اللي احنا لونوا بها تزويق نقولوا احنا الحاجات الخارجية للبلور. مهما كانت الالوان الداخلية نتاعو، مهما كانت. دونك احنا كيما تشوف هنا زياد عملنا الكونتورينغ الحاشية هذية، كيما لقيت مثلا انه داير ساير عليه فما حاشية اخرى، دونك نعدي عليه بالبانسو كيما تشوف. في لي بانسو نختاروا بانسو رون، ماذا بيا البانسو المدور ماهوش البانسو بلا، نمرو صفر او نمرو اثنين. فما بلاه نتوقفوا هنا، فما معناها ارقام متعلقة ب الكبر نتاع الفرشات البانسو هكا، من صفر الى تقريبا موجود هو ال 12 هذايا في الستاندار، وفما ال 16 و 18 و 24 الكبار الحجم الاكبر من هكا. اما في البانتور بصفه عامه نستعملوا صفر، فما حتى تريبل زيرو ثلاثه اصفار اللي هو الصغير نتاع حاجات دقيقه على الاخر، صغير برشا، صغير برشا نستحقوه في البريسيزيون. حتى ال 12 هذايا في أكبر المدور نوع. اي في المدور، اي في اللي في الاستعمالات نتاع التزويق نتاعنا احنا، فهمت. اما ساعات تابلو طوال كبير ولا حاجه نجم نستعمل رقم 16، هذاك خاص بالرسم نتاع الفنون التشكيليه وكل وزياد ساديبون انت وشنو اللي باش نخدم. فما البانسورون، فما البلا، المدور هو الحاجه دقيقه تعطيك البوانتو، يعني حاجه دقيقه نستعمل البانسو المدور كما احنا توا هكا، يعطيك الصحه. هذه مثلا حاجه دقيقه للغايه، بالرغم حتى ولو نقول احنا مثلا هكا خرج شويه اللون، راهو ديما باللانجات انا تساعدني برشا في الرسم على البلور، خاطر ملي نمسح بها قبل ما يشيح يتنحى به به برشا. هذيا لانجات لازم ديما معنا، لانجات ديما معنا لانجات، خاطر تعاوني ياسر في التنظيف لي سيرفاس. دونك حتى ولو اني خرجت شويه على السطر كما هكايا مثلا نصلح باللانجات. في حالة زادة كيف كيف الألوان هذوما، خاطر ما حكيناش على الفيكساسيون نتاعهم، فما ألوان تدخل الفرن، احنا استعملنا ألوان لا ما تدخلش الفرن، الفيكساسيون نتاعهم بعد 72 ساعة، يعني نقولوا احنا بعد 3 أيام. صار نجموا نزينوا على البلور من برا وباش اللون يتفكس كما نقولوا يثبت اللون، ندخلوا للفرن. هذاك ندخلوا للفرن، في كي يبدا البرودوي منصوص عليه انه يدخل الفرن 150 درجه او 160 درجه، هذايا البرودوي اللي استعملناه احنا لا ما يدخلش الفرن 72 ساعه، يعطيك الصحه يشيح ويثبت ويولي ينفع يشيح وقتها نجم احنا اذا كان مثلا تمسخ نغسلوه، ما احنا فالحين التوانسه في كل شيء الحمد لله فالحين في كل شيء، صحيح والله صحيح. ديما كي يخدم واحد ارتيكل تيسل كي يتغسل ديما هذا السؤال اللي لاني اللي جاء على ذهن التوانسه، فهمت؟ معناها قصد المستعمل الفاز الحلو هذايا المزين بالطريقه اللي انت قمت بها،
القابل يلزم يكون الالوان ثابته، ما تتمحاش ما تتنحاش على خاطر يمكن نغسلوه الفاز. يعطيك الصحه. ولو انه معناتها نتصور من وجهه نظر فنيه مش مطروحه الحكايه انه بالطبيعه واحد مسحان غبره ابان هكا اللي بالريش، اي من الغسلان كل ما هو هاند ميد حاجه مصنوعه باليد راهو اي ماذا بينا نستحفظوا عليها. صحيح. وما تدخلش حتى الماشينه لافي ماشينه فيسيل، ما تدخلش الماشينه هذه اذا كان استطعنا اليها سبيلا، هذه ماشينه فيسيل معناها هي غاليه برشا ومكلفه مكلفه اما تستهلك. الله ايش باش نقول لك، هذا قوس من الاصدر باش ما نفتحوش باهي نواصلوا. نعم هذا سيرن رولييف خدمنا به على الفخار، خدمنا به على الخشب ونخدموا به على البلور. هذا كما اسمه رولييف خاطر يخرج اون رولييف، يعني نجم احنا هنا مثلا بالاضافه للون الذهبي هذا شنو تقترح نعمله؟ اي اللون الذهبي عملت في الفضاءات الخارجيه هذوما نستناه يشيح كما قلت لك زياد، اذا كان فما ديتاش ننظفها بلانجات اما يلزم نمروا لمرحله اخرى. المرحله اخرى اللي هي هذايا بالسرن كيما هكايا بار اكزومبل نجموا نعملوا بار اكزومبل اعراف هذايا يعني بون حسب الذوق معناها حسب الذوق حسب الذوق ماهيش فما اللي يحب اشكال هندسيه فما اللي كل واحد شنو انت عملت اغصان واوراق هكاكا تقريبا حسيتها كل شكل الشجره وخارج منها برا ما نعرفش هو احساس راه اي لا الفن هو قبل كل شيء احساس اي من بعد باش نحاول نلقيهم هكا بين بعضهم الخطوط دونك مره نعمل اطول ومره اقصر مره البلاصه الفارغه كيما هذيا نمليها وساعات ولا نجي للجنب الاخر بار اكزومبل هذايا السرن زاد موجود في الدوري الارجون ثلاثة الوان قلت لي ذهبي وفضي موجودين السرن موجود في عديد الالوان مش كيما الفون اما احنا استعملنا الدوري دونك ماذا بينا نكملوا دوري وهذايا اضافه يعني ماهيش حاجه وانا نصور الشكل اللي خدمته تويكا ما يصعبش على الساده المشاهدين. صحيح. ما عملتش حاجه اللي فريمون صعيبه برشا خاصة مغرومين بالرسم مغرومين بالطبيعه هكاكا يتبعونا ونتمنى ردة الفعل يقولوا شنو ارائهم وقت اللي يستخدموا لي برودوي هذوما. هذاك علاش احنا باش نذكروا يعطيك الصحه سيده انيسه نذكروا برقم الهاتف الموضوع لازمتكم للتفاعل في اي موضوع للاقتراح للاستفسار للاستشاره لطرح الاسئله وللنقد ايضا 71 143 475. شوفوا تفاعل المشاهدين مع مختلف الأركان والفقرات القارة خاصة وبالذات الآن فقرة الحرف والفنون مع الفنانة والحرفية السيدة أنيسة روابح. هاي مازال غصن ولا اثنين نكملوا نوريوها العمل الفني هذايا اللي في وقت وجيز تبارك الله أنجزته كان فاز بلار ما في حد شيء ولا تحفه فنيه ابسط ما يكون معناها شويه الوان وبانسو كما تقول انت والسرن هذا وكهو وكهو باش تسيبني زياد هكاك الاضافات باش تكثر وانا نعرف روحي ما نتوقفش باهي ما نسيبكش نوري ولا الباز نختموا به الحقيقه ولا تحفه جميله ما تنجمش تقارنوا كيفاش كان قبل ما انت تقوم بالعمليه هذه الكل. الحقيقه اللي يحب يعاود يتفرج فيما قمت به سيده انيسه الوطنيه ريبلاي فيديو يلقى الاجزاء نتاع البرنامج الكل. مشكورين إدارة الاتصال والزملاء اللي فيها الكل حريصين على نشر كل فقرات البرنامج في موقعنا موقع تلفزة تونسية في اليوتيوب الوطنية ريبلاي وفيديو يعاود بشوية بشوية المغروم يتفرج عبر الانترنت ويشوف مراحل العملية الإبداعية هذه. مشكور عليها جزيل الشكر سيدة أنيسة من خلال التفاعل تاع المشاهدين تو نشوفوا مقترحاتهم إذا كان يحبوا يعرفوا بين طفرين ما يسمى بديزاستيوس أخرين ولا حاجات أخرين على ال 71 143 475 وتفاعلهم معك طبعا على صفحتك أنت وعلى موقعك وعلى يعني يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي انت عندك حضور فيها. شكرا ليك نتقابلوا معك نهار الخميس. ما زلنا مع المره هذه باش تكون الاستضافات هي الحاضره بعد هالنغم بامضاء الفنان القدير لطفي بوشناق.
كما قلنا المراوحة دائما بين الفقرات والأركان القارة، من الفقرة القارة كل خميس الفنون الحرف مع السيدة أنيسة الرابح إلى الاستضافات، والاستضافة اليوم للفنان الرسام رسام الجداريات مختار الغراب. مرحبا بك مختار. وبيك عايش، شرفتنا بحضورك وبيك ومشكورين على الاستضافة. هذا أبسط واجب نقوم به لدعم الفنانين الشبان. إذا باش نحكيوا على البدايات المسيرة في كلمتين، معنا في إيجاز. والله يا مختار الغراب فنان تشكيلي. أيوة. متخرج من معهد الفنون والحرف بصفاقس. أي. متحصل على الماجستير. بارك الله. وعندنا عدة، معناتها دخلنا في عدة اختصاصات، مش كان الفن الشارع. أيوة. ولا الفن التشكيلي. أيوة. حتى الجرافيك وبرشا حاجات. باهي برشا. والحكاية نتاع الجداريات الحقيقة معناها هي اللي أضفت أبعاد، ربما أخذت انتشار على المستوى الوطني. مش ما كانتش بصورة الفنان الراحل الكوميدي سفيان الشعري، لا، فما بين ظفرين سوابق معناها. اي صحيح، الحقيقه هي اول من البدايات كانت بالمعارض، المشاركه في المعارض معناتها. أي. اللي كانت معناتها معرض مغلق كوميا، معناتها هو فن موجه للناس معينين. صحيح. مش المتلقي بصفه عامه العام. جات الفرصه اني خرجنا خدمنا بشوي بشوي معناتها مع المهرجانات. أي. ان ندخل شوي الفن الشارع. يكون معناتها الفن في فضاء مفتوح. نعم. نخرج من الفضاء المغلق. امامنا مجموعه من الصور المجسمه اللي نحكيه فيه مختار. اي موجه للعام الكل معناتها. أي. مش فئة معينه. الحقيقه جات برشا فرص مع مهرجانات وبرشا ولايات، دخلت خدمت على برشا ولايات. المره اللي قبل هذه معناتها جداريه المرحوم سفيان الشعري الله يرحمه، يعني احنا عرفناه بالسبوعي. اي. خدمنا جداريه كلوديا كاردينالي في حلق الوات. اي الفنانه العالميه كلوديا. أي. كاردينالي كان بحضور النطق الايطالي. اي كانت بحضور الولوانيه تونسيه هي معناها. اي هي مولوده معناها. اي مولوده في تونس وعلاقتها وطيده برشا بتونس وبحلق الوات بالذات. ايوه. ومعنا زاد سعيسة حراثي. أي الفنان القدير. سعيسة حراث كان زاد بحضور وعملنا له جداريه تكريم في جريزه مهرجان السينما والصوره في الكاف. أي. وعملنا زاد جداريه ربي فضلها معناتها الممثله سعاد محاسن. أي. ربي يشفيها. ربي يشفيها امين. في حلق الواد زاد. وبرشا جداريات برشا. نعم. برشا جداريات. نعم. به. والحقيقه النشاط المتميز اللي باش نحكيو عليه هو الدوره السادسه للملتقى الشهيد شكري بالعيد الفنون بجبل الجلود، اللي هي يعني دوره دوليه للمره الخامسه على التوالي، هكا ولا مختار؟ اي تسمى احنا نقولوا هي الدوره السادسه، لكن بون فما عام بحكم ظروف الكورونا. أي. كانت وطنيه. كانت وطنيه وبعد رجعت لي معناتها الدوليه. نعم. حتى في العام الثاني وقتها فما الكورونا، لكن كانت فما معناتها اقل شويه، وذاك علاش فما حضور دولي. فما حضور دولي معناتها. هو الملتقى الدولي للفنون شكري بالعيد بجبل الجلود ينتظم بمناسبه الذكرى السنويه لوفاته سنه الذكرى العاشره. كانت تحطنا في الاطار وفي الصوره اهم ما ميز هالدوره ومشاركتك فيها بالذات مختار. والله هي دور احنا انا كفنان نشوفها معناتها اللي هي ثروه وثوره. اي ثروه من ناحيه انها معناتها ان مكتسب عند تونس، خاطر حاجه باهيه انك مثلا نقولوا تنافس برشا دول معناتها، خاطر مهرجان كبير معناتها الدولي وكافيتي. صحيح. اللي هي حاجه ما نقولش جديده على تونس، اما ما كانتش متوفره برشا وما كانتش معناتها ماخذه حظها بصفه كبيره معناتها في تونس. أي. توا احنا المهرجان هذايا معناتها بالحق لاقي صدى كبير برشا حتى لبرا من تونس. صحيح. والدليل انه يجوا فنانين من العالم معناتها. أي. ومشهورين معروفين تقريبا. اذا كان فما امكانيه باش تسرد لنا بعض الجهات، عفوا مش الجهات، عدد الدول ولا الاسماء ما يسالش مختار. والله فما احنا من قبل جاو فنانين مثال كادومان، جاونا برشا من البرازيل. أي. المره هذه جاونا من اسبانيا. من ايطاليا. نعم. معناتها رسامين بالحق معروفين ما شاء الله عليهم معناتها خدمتهم، معناتها كي يجيو يحطوا هما الاثر نتاعهم في تونس. أي. ونحطوها في منطقه
معناتها هو حي شعبي صحيح. جدود صحيح. اللي ما عادش نجم نقولوا عليه حي شعبي ونقولوا عليه حي معناتها سايب اللي هو تولى معناتها بالحق لوحه فنيه. اي صحيح صحيح جبل جدود بفضل ملتقى شكري بالعيد الدولي للفنون ولا لوحه فنيه ما عادش حي شعبي. بالحق ينافس برشا حوم احنا نقولوا احياء في العالم اللي نعرفوه كيما البرازيل كيما ايطاليا كيما معناتها بالحق تدخل للجبال الجدود تشوف حاجات بالحق خياليه ما نقولش خاطر فنانين نراو نقولوا فنانين عالميين التوش نتاعو كي حتى معناتها اي مش بالسهل مش بالسهل وتقعد معناها علامه بارزه. شوف هاي كلاوديا كاردينالي امامنا ولا انا غلط؟ هي هذه جداريه نتاعك انت للفنانه العالميه التونسيه الايطاليه والله صارت في وقت وجيز هذه في يوم ونص هذه الكل صورتها في يوم ونص في يوم ونص عليك ونطر تصب معناتها زيد في حلقه الواد وقتاش هذه صارت محمد هذه عندها تقريبا عام ناول يمكن بمناسبه الزياره نتاعها اي وقت تسمى نهج سيسيليا تقريبا بس احنا كنا باش نعملوا لوحه صغيره انا مطالب مني لوحه صغيره لكن أي. تغيرت الامور ولات عماره معناتها نعم هاي امامنا ايضا جداريه او صوره او رسم اخر الحقيقه هذا سي عيسى اي سي عيسى حراث الفنان التونسي القدير يعطيك الصحه شركه جبال جلود عم ناول اي تقريبا الابعاد نتاع الجداريات هذه قداش طول على العرض خلينا نزيدوا نعطيو فكره للمشاهدين لحد الان تو في بالنسبه للقياس احنا وصلنا ل 18 متر معناتها تبارك الله 18 متر على طول اطول بريسك معناتها بريسك نقولوا اطول عمارات اللي موجودين اللي هم البلاصات نتاع جبال جلود اللي خدموا عليهم بريسك الفنانين الكل معناتها اللي وصلوا خدموا على العمارات كيفاش الطريقه باستعمال السلالم وكذا معناتها بالحق اللي شاهد فيني يحب يعرف يحب يطلع انت شوف كي شوفوها يا راه ممكن حاجه سهله وحاجه بون لكن لا ماهيش سهله اكيد ماهيش سهله على اشال الفوق ما عندكش هيك الركيل باش ترجع تشوف الابعاد أي. انك تخدم بون نخدموا احنا يمكن زاده بالطريقه الكلاسيكيه معناتها اللي معروفه بالباي دونك ديما مخك لازم يكون الابعاد الكل موجودين في الذاكره نتاعك معناتها نعم ممتاز جدا مختار ما نعرفش اذا كان عندك مضيف فيما يتعلق بالدوره الاخيره او السادسه للملتقى الدولي للفنون الشكري بالعيد بجبل جلود والا تحكي لنا على معناها مشاريعك وبرامجك اذا كان ثم مشاركات اخرى فما جداريات اخرى فما اعمال فنيه اخرى تحب تعرضها للعموم ولا تشارك بها في معارض ولا تعمل معارض شخصيه كان امكن شنو رايك؟ والله يا والله انا قبل كل شيء نحب الحق نقدم تحية كبيرة لوزارة الثقافة أيوة ومنهم مدير دار الثقافة شكري بالعيد حسام لوكي ومديرة الفنية هيفا تكوتي خاطر علاش مديرة فنية للمهرجان المهرجان خاطر علاش خاطر السنة كانت صعيبة شوية المهرجان علاش ما كانش باش يصير معناتها شوية ظروف ولكن الإمكانية ضعيفة شوية صحيح صحيح لكن صار وفي وقت وجيز العادة ناخذوا 13 يوم و14 يوم في المهرجان تحضير معناها تقول أنت قبل ما يبدأ بريسك جمعتين المرة هذه خليناها في جمعة واحدة معناتها جمعة ونقوا كم هائل من الأعمال خاصة قلت لك الجداريات الضخمة أي. تقريبا ستة أو سبعة جداريات ضخمة واضح ومشكورين برشا ونشكر زاد عندي معايا المساعد نتاعي حمادي رابح أي والحقيقة هو مهرجان أنا نشوفوه اللي هو ناجح خاطر خذا صدى زاد خذا صدى أكثر وكنا وواصلنا به وبالنسبة للحاجات الجديدة إن شاء الله فما برشا حاجات جديدة معناتها في تونس والبرة من تونس برا من تونس إن شاء الله ما نقول نحبش نسبق الأحداث خاطر فما حاجات إن شاء الله في الحاجات فما مشاركات دولية إن شاء الله أما بالنسبة لتونس موجود خاطر تو عندي برشا ولايات باش ندخل لهم ماشي معناتها عندنا زيارة باش تعمل فيهم جداريات توزر تطاوين عندي تو دعوه زاد للتطاوين هذه وعندنا زاد تكلسة عندنا ممكن الناظور تكلسة ولايه نابل طبعا والناظور من زغوان ناظور زغوان برشا ولايه ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالتالق والنجاح الوطني والدولي مشكور الفنان الشاب والاستاذ لانه طبعا متحصل على الماجستير في الفنون التشكيليه من صفاقس من صفاقس مشكور على الحضور الفنان التشكيلي مختار الغراب اللي يتميز بالجداريات نتاعو وخاصه الجداريه نتاع الفنان الراحل سفيان الشعري سفيان الشعري وكانت له مشاركات متميزه اخرها مشاركته في الملتقى الدولي للفنون شكري بالعيد بجبل الجلود في دورته السادسه استضافة فقرة قارة ثم استضافة ثم فقرة قارة المرة هذه فقرة قارة مع آية القماتي كل خميس تجيب حدانا بعد هل ومضة ترانزيسيون سموها ما شئتم
اي القماطي كما كل خميس المختصه في الطاقه والروائيه تكون حاضره معنا بموضوع ظريف وطريف وخفيف ولطيف ومميز، ديما تجيب لنا الجديد هكا ولا ايه. صباح الخير ايه. صباح مرحبا بك ياسمين، عايشك. اليوم باش نحكيو على الماكله والطاقه. الماكله اليوم نهار بالماكله، كنا حكينا مع سيده مريم البحري على تظاهره لافيت كولينير او حفل الطهي ثلاثة أيام الجاية في مدينة العلوم. صابرين تبارك الله عليها من الاثنين للجمعة مرافقتنا معناها كل يوم سيح. والماكلة علاقتنا بها أكثر من وتيدة. شكون اللي مستغني عن الماكلة؟ شكون نهار ما ناكلوش؟ صحيح صحيح. هاو جاي رمضان نحاولوا، لأنه من الضروري هذاك مهم جدا، وأنت تعرف أي لصحة الإنسان أنه يعمل ترتيح هكا ولا بيان سور اكيد. نعم. تو نحكيو على هذيك. اول حاجه تو نحبكم انا تتخيلوا معايا، تخيلوا معايا اللي احنا من غير اجساد، اذا كل شيء من غير جسد. نعم. باش يكون كل شيء طاقه هكا ولا صحيح. واحنا كطاقه حاجه من غير جسد باش نغزروا الاشياء في اصولها، معناتها باش نوريو الراو الماكله راو هي بيدها طاقه حاجه اخرى، ما عادش باش تظهر لنا باللبسه اللي لبستها. خلينا نقول وقتها شنو باش يصير؟ انا باش نولي اتيغي، معناتها نتجلب منجذبه الحاجه اللي باش تكون باهيه ليا انا، ولا حاجه اللي تكون باش تساعدني هكا ولا صحيح. الاختيار نتاعي باش يكون حسب انا الطاقه هذيك كيفاش نشوفها هكا ولا هكا باهي. نرجع شويه لاحنا، الطاقه هذه موجوده في وسط جسد باهي، وتظهر علينا اللي هي نسميوها الفايتال انرجي، معناتها الطاقه الحيويه اللي هي اي ولا اللي هي حكيو عليها حتى معناتها من لي زونسيان تراديسيون كيما الايورفيدا يسميوها مثلا في الهندوسيه يسميوها الايورفيدا، في الصينيه يسميوها تشي باغ اكزومبل، فهمتني؟ كل واحد كيفاش يسميها. وفي لي تراديسيون هذوما حكيو على العلاقه بين الجسد وبين الماكله اللي ناكلوا فيها وكيفاش تكون تاثر على الطاقه نتاعنا. هو سي تري سامبل، انا نجم نحكي نقول فما ماكله ناكلها نرتاح نشيخ، نحس روحي نرتاح، نحس روحي خفيف صحيح. وساعات ناكل ماكله روح رزين، روح راسي يوجع، روح متقلق، ما فماش هو مرض، لا صارت لي لا انفكسيون لا حتى شيء، لكن انا نحس في روحي تعبت. وساعات حتى ناكل برشا نقول نحب نرقد جيب لي النوم، فما فرق صحيح. دونك هنا شنو نختار انا ماذا بيا؟ الماكله اللي تخليني فرحان، تخليني مرتاح، تخليني خفيف. دونك كيفاش تصير الحاجه هذه؟ هما اللي يجتمعوا عليه بيان سور فما اختلافات، لكن اللي يجتمعوا عليه انه الماكله اللي الحيه. بمعنى الحيه كيما نقولوا مثلا الخضار والغلال ديجا هي الطاقه نتاعها، الطاقه نتاع الحاجه هذيك عاليه على الاخر صحيح. واحنا كي باش ناخذوها هي ماهيش ميته، مش كيما مثلا انا باش ناخذ الحم ولا باش ناخذ الدجاج ميت، هو 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 اتر كان فيفون ومات. لكن النباتات ديجا انت الورده كي تنحيها مازالت تخرج في الريحه نتاعها ولا وانت صحيح. معناتها مازالت حيه، مازالت حيه اكيد. كيف الخضر والغلال والبذور وكل شيء، هي البذره مثلا انت كان باش تحطها في التراب تنبت تزيدها ماء تنبت حيه. حيه اكيد. دونك هذوكم الحياه اللي فيهم كي احنا ندخلوهم في البدن نتاعنا يعطيونا الحيويه هذيك، منها اللي حتى تسمى فيتامينات، مينيرو، انتي اوكسيدان، هذوكم الكلهم اكيد جدا باش يحييو. علاش يتسمى طاقه حيويه؟ خاطر تحيي، هما زاده كيف من المساله هذيا. فما اختلافات على مساله الماكله نتاع اللحوم وزاده كيف والبولي وكل شيء. علاش؟ خاطر يقول لك الحاجه اللي فيها الدم تنجم تكون الطاقه نتاعها ماهيش عاليه كيما الاخرين، الطاقه نتاعها اقل برشا. وفما ولو انه احنا في معناها شرعنا من خلال الذبح نحاولوا نخلصوا اكثر ما يمكن، اللي هي طريقه ناجعه ياسر ومتعلمين، نحاولوا نخلصوا اكثر ما يمكن من الدماء بالضبط. الموجوده في داخل اللحوم سواء كان دواجن ولا لحوم حمراء. اكيد اكيد. نعم. على خاطر هو ذاك ينقص، لكن كي احنا باش نحطوها معناتها بلغه اخرى اللي توا صاير معناتها لو تون مودرن، شنو اللي قاعد يصير؟ الازمنه الحديثه صحيح، انه احنا ناكلوا في برشا معلبات صحيح، وناكلوا في برشا حاجات فقدت الفالور نيوتريتيف نتاعها، وخاصة بالضبط، وخاصة كي نحكيو راهو على اللحوم والبولي وكل شيء، شنو اللي قاعد يصير هو؟ في المعمل
الباساج من الحيوان الى انت ترقاها في في علبه في باكو في حكه، وهذاك الكل يزيد يتعب الحاجه طاقيا. نعطيك مثال خفيف ياسر، في المداجن توا الدجاج في وسط بعضه ما فماش حتى اسباس باش كيما في ضيعه مثلا يدور ويحوس وياكل حاجات بيو وكل شيء. ترقاه في بلاصه ضيقه درا قداش من دجاجه، شنو هو اللي يصير؟ لي زورمون دو ستريس في وسط الدجاجه هذيك يكثر، يبدا كبير. مهمه جدا هذه، ما نعرفوش حتى الدجاج يصيبوا ستريس. اي هرمون دو ستريس ديجا فما دي زارتيكل. معلومه جديده هذه باهي برشا. جيز ستريسي معناها اي اكزاكتومون، خاطر هو ما يعيش في صحيح ما يعيش في وسط ملائم، مش وسط ملائم. لا التفسير معناها واضح. دونك الحيوانات الكل اللي مش عايشه في الوسط الملائم نتاعها، نعم التركيبه نتاع اللحم نتاعها تتغير وتولي مضره للانسان خاصه في الطاقه نتاعه. وهذا مصداقا للاقوال البسيطه المتداوله الدارجه عندنا اللي يقول لك معناها الدجاج العربي خير. اكيد خير خير برشا. اكيد اكيد طاقيا، اكيد جدا تقيا وحتى غذائيا زاد. حتى غذائيا، نعم. لكن انا مش مانيش اي انت مش مختصه معناها. ايوه دونك هذايا مهم ياسر ان احنا اللي موبيل. نعم دونك انا كي باش نعمل دايت جديده مثلا نكثر رجيم حميه غذائيه جديده، نكثر من الخضر والغلال على الاخر في الـ في الـ في الحميه نتاعي، نحطهم حتى وكان ناكل في حاجات اخرين، اما هذوك نكثر منهم. صحيح. ثم حاجه اخرى زاده باش نحكيو عليها، بخلاف الطاقه اللي في وسط الغذاء ساعات تمشي تحس روحك تحب تاكل مع ماماتك، تحب تاكل من عند امك، تقول صويبعات امي. صحيح. الحاجه هذيك شنو هي شنو سر؟ ليه خلينا نغتنموا الفرصه باش نحييوا الامهات والجدات اللي حيينا ربي يخليهم وربي يدوم حياتهم في الخير، واللي توفاوا الله يرحمهم وينعمهم وان شاء الله الجنه مثواهم. هذيك الحقيقه فكرتنا في جو كبير، جو كبير ولمت العائله ونقولوا احنا تزيد البركه كي نتلموا وكل شيء. هي شنو هي؟ على خاطر الانسان فما فرق بين الغذاء وشكون يطيب الغذاء والاتصال بروح الغذاء. صحيح. الحاجه اللي شكون اللي يطيب الغذاء هذاك الطاقه نتاعو والمحبه نتاعو تتعدى في الماكله. معناها مثبته هذه امور، معناها ما فيهاش اختلاف. هذه تتقاس، هما راهو كل حاجه فيها طاقه راهو سيونتيفيكمون ديما معناتها ميتيجي. لكن باش ترقى معناتها ناس معناتها كي عملت البحوث نتاعها رقات الحاجه هذه. وانه هذا نحسوه ونشعروا به ما نعرفوش مناش. يقول لك الماكله نتاع الجدات والامهات معناها فيها حاجه خاصه جدا بالضبط. سبحان الله. انديبوندامون فما حاجه مونتال اكيد جدا، العلاقه اللي عندك مع مع الشخص هذاك واللي انت معناتها تحطت في مخك اللي الماكله هذيك بنينه. هذيك تناقش في سياق حاجة. اخر، اما في سياق حديثنا احنا معناها الطاقه معناها اكيد حطيت فيها محبه، حطيت فيها تحب تلم العائله، لا اللمه هذاك الكل داخل. صحيح. دونك هنا تتبدل زاده كيف طاقة الغذاء بشكون يعمل فيها اون اوبوزيسيون مع شنو؟ مع الفاست فود. اي اللي هو ما عندك حتى علاقة به. حتى علاقة، علاش؟ هو فاست وانت فاست، السرعة معناها هو يعد لك أكلة سريعة وأنت من العابرين تاكل الحاجة وتهرب. تحس شي حاجة تتبنى نهاشي. أنا والله الحقيقة علاقتي تقريبا منعدمة بالفاست معناها، وهذا مسبب لي مشاكل ما يسالش معناها. هو شنو يصير؟ خاطر أصلا العباد اللي قاعدين تخدم في ماكينة هي تخدم، معناتها ما فماش حاجة أخرى، وبالعكس مزروبين ويحبوا يكملوا هذه وبعد هذه وبعد هذه. دونك ديجا فالور نوتريتيف نتاعها ناقصة بطبيعتها، وزيد كمل طاقيا زاد كيف طايحة. كلامك صحيح 100% يا إيه، لكن الغالب كراهية الحياة والمجتمع والعمل وتجبر معظم الناس على هذا للأسف الشديد. يلزمنا نشوفوا مقاربة اجتماعية أخرى، منظومة أخرى في علاقة بالتغذية وفي علاقة معناها تعاملنا مع الحاجة الأساسية في حياتنا اللي هي الماكلة معنا. اي ديجا هو في لي زانسيان سيفيليزاسيون، قبل كنا نحكي الحضارات القديمه نحكي سورتو الصينيه والهندوسيه، خاطر هما حكاوا عليها برشا الحكايه. عندهم ياسر يقدسوا الماكله. صحيح. ويعطيوها قيمه على الاخر. ديجا نلقاو حتى في احنا في الاسلام ديجا نسميوه بسم الله قبل ما ناكلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. في المسيحيه عندهم الجريس مثلا يبداو هكا. صحيح. وفما دعاء قبل الاكل. قبل الاكل. كيف في الهندوسيه يعملوا كل طقوس لحم
الشحن والهندوسيه والبوذيه زاده كيف كيف، معناتها والشنتويه والاديان الشرقيه كي تجي تلمهم تلقى انه قبل الماكله فما حاجه. هو شنو اللي يصير؟ هي فما انه انا نتصل بروح الماكله هذيك، عباره على كاني نعاود في التركيبه أي. التركيبه متاعها. والماكله عندها روح، والماكله اللي عندها روح هي الحيه واللي هي الخضر والغلال هكا، ولا والفواكه الجافه، والفواكه الجافه والبذور هذوكم، مش اللحوم اللي هي معناها الحيوان انتهت حياته ثم انتقل معناها الى موائدنا والى اطباقنا هكا ولا. وهي هاني قلت لك فما كتاب نتاع جون جوزيف اسمه ميت فور بوسيز، حاجه هكا نورمالمون هكا يحكي على كيفاش بمعنى لحم، اي يحكي على كيفاش انه معناتها الحميه الغذائيه باللي بلانت تكون خير برشا. ننصحهم يتفرجوا فيه معناتها يقراوا ويتفرجوا زاده في دوكيومونتير في الحاجات اللي كيما هكا. لكن جوست نحب نكمل الفكره اللي نكملوها باش نختموا، اي باش نختموا. ايوا انه اني انا نعمل دو لا غراتيتود اللي نشكر الشكر على الماكله تعمل لي اتصال بروح الشيء، خاطر ذيك هذه يقول القدسيه نتاعها، خاطر فما حاجه احنا نشوفوها تقين هي سيء هذيك الطاقه نتاعها، وفما التغيير اللي انا نجم نعمله الحاجه هذيك بالشكر. نعم. وبرشا طرق اخرين زاد كيف كما قلت النيه الطيبه اللي في التطبيق اكيد متاحة. معناها نبسملو نحمد الله على شكره والنعم نتاعه، ونبعدوا على الفاست ونبعدوا على الماكله نتاع الشارع، ونكثروا أكثر ما يمكن باش تكون الطاقة والروح نتاع المادة اللي ناكلوا فيها متبادلة. طيب وحب. أي بحب. وخضر وغلال وبقول وكالجو هذاك. مشكورة جدا أي القماتي المختصة في الطاقة والروائية على الحضور. نتلقى معك كل خميس كالعادة إن شاء الله في هالفقرة الأسبوعية القارة. الاستضافة الأخيرة أدبية بالأساس بعد هالومضة. الاستضافة الأخيرة وختامها مسك كما قلنا أدبية بالأساس، وجاتنا من بوعرادة من تلك الربوع الجميلة المربية الفاضلة السيدة جميلة شريف الروائية والكاتبة في عديد الأجناس الأدبية. صباح الخير سيدة جميلة. صباح النور. مرحبا بك. تحية أدبية للسادة المشاهدين وتحية تربوية أيضا. وتحية تربوية. نعم. أيضا ومرحبا بك سيادة. وبك أكثر، أنت شرفنا بحضورك. الكتابة طبعا فما علاقة معينة بين التعليم والتربية، وأنت معناها مسؤولة على دائرة بيداغوجية بين التعليم والكتابة، العلاقة وطيدة هكا ولا؟ علاقة وطيدة جدا، وهذا يدعم ذاك. نعم. ولا يوجد انفصال بينهما. صحيح صحيح. وأعتقد أن أي مربي يجب أن يكون كاتبا. نعم. يجب أن يكون خبيرا بالكتابة كي يستطيع أن يجعل المتلقي اللي هو الطفل بالأساس أولا أي. يعني قادرا على الخوض في كل مجالات التربية بعمق. صحيح. لأن الكتابة تلك اللحظة الصفاء هي التي تسبقها القراءة. نعم متداخلة كلها. لذلك أنا كان مشروعي يعني منذ البدايات، منذ يعني كنت في القسم، كان مشروعي أنه يجب أن الطفل يكتب للطفل والطفل يقرأ للطفل. نعم. هذا المشروع اللي بديت فيه وأنجزتي فيه معناها خطوات ومراحل طيبة باش نحكيو عليها بعد، لكن المسيرة الأدبية رغم صعوبة الإصدار وهذا معناها أعلمه جيدا تبارك الله معناها ثرية العديد من الإصدارات. أنا عندي أربع إصدارات في الرواية وفي القصة القصيرة وفي القصة، ولكن أكثر من هذا معناها تقريبا. قديش عندك من إصدار أستاذة؟ إصدارات في الرواية تقريبا يعني أغلب إصداراتي في الرواية. لو يبوح القمر هي الرواية الأولى. الحب زمن الإرهاب هي الرواية الثانية، ومجموعة قصصية مشتركة. نعم. ورواية ثالثة نواعير الشر. نواعير الشر رواية ثالثة في طبع أنيقة. نعم. هي أمامنا على الشاشة. نواعير الشر رواية. دار سنابل النشر بسليانة. دار سنابل النشر بسليانة. والله حاجة مميزة أنه تكون في سليانة، وأنت من بعرادة معناها ولاية سليانة هكا ولا. نعم. أنه تكون فما دار نشر وتنشر معناها روايات و تساهم في الحراك الأدبي والثقافي حاجة مهمة. هو الرواية هذه جاءت في إطار مشروع معناها لحق
الحقيقه هما لاموا عليا، قالوا واش معناها المشاريع تبدا جهويه؟ لا ما كانش شكيك القصد. كان يعني والأدب ما عندهم الجهه، ما فيش جهه. اما فقط احنا يعني نظرا لانه فما زخم كبير في سليانا من الكتاب ومن المبدعين، فكان المشروع هذا متكامل. نعم. مع الناشر من سليانا، الكاتب من سليانا، وكان زاد النقد والدراسات كلها اكثريتها كانت من سليانا. نعم. ف يعني عندها طابع مميز شويه نواعير الشر، وهي في الحقيقه يعني مش باش تحدث عليها برشا خلي القارئ، اما هي تجمع ولايات الجمهوريه الكل كمشروع كذلك كانت. ما بعد ذلك جاء الكتابة في جنس آخر، وهي كتابة مشتركة بالله هي سيزيات حتى لا نظلم، يعني ذيك دار سنابل للنشر، لو يبوح القمر مجمع الأطرش، الحب زمن الإرهاب منشورات كارم الشريف. نعم. وسي الحبيب الزغبي اللي هما في الحقيقة ناشرين دار الكتاب، تحية الكل دار الكتاب على أنفها تحملنا الدنيا، على أنفها تحملنا الدنيا، اللي هي مجموعة قصص. نعم. ثلاثة روايات تقريبا هكا، ثلاثة روايات ومجموعة قصصية، مجموعة قصصية. والمشروع نتاع الأطفال هذايا مشروع متكامل، لو كان تحطنا في الإطار وفي الصورة نتاعه، معناها الكتابة للأطفال. الكتابة للأطفال هي ثم هناك إصدار موجود يعني على الساحة سي الحبيب الزعبي اللي هو مدنا يد المساعدة، أنشط أنا في إطار ورشة كتابة الطفل يكتب للطفل، وفي إطار جمعية في إطار جمعية متطوعون ببعرادة، المقر نتاعها ببعرادة، جمعية معناها مجالات كثيرة تنشط فيها، فكنت أنا في المجال في مجالي اللي هو الطفل يكتب للطفل، وكانت التجربة ناجحة جدا. نعم. لأنه في النهاية تحصلنا على مجموعة من الكتاب للأطفال، سبعة قصص نالت إعجاب المتلقي، كل طفل يعني كتب قصة، وبعد ذلك جاءت هذه القصص متشابهة، رغم أنه في معناها كل واحد لا أحد يعلم بما سيكتب الآخر. نعم أنا. نعم. كنت في المشرفة فقط. أي. يعني كنت أصلح، كنت أنبه، كنت أنصح فقط. والموسم الثالث نحن الآن في بداية الموسم الثالث، هو مشروع موسمي، إذا معناها موسمي. على دورات متواصلة. نعم. كل سنة تختاروا مجموعة من الأطفال اللي عندهم الموهبة هكا. أي يعني المجال مفتوح، مجال مفتوح للمشاركات، اللي يحب يشارك. السنة زاد العدد، أصبح أكثر، وهذا شيء يفرحني برشا. نعم. وخذينا السنة باش نخدموا على حقوق الإنسان في إطار فني بشكل هذا المحور نتاع السنة. محور السنة هو. نعم. الطفل يكتب للإنسان، للطفل في إطار مشروع حقوق الإنسان، يكتب قصصه. نعم. ويكتب حكايته من خلال عمقه ومن خلال نظرته ومن خلال رؤاه. يعني نحن في هذا في هذه الورشة أو في هذا المشروع دائما أقولها، نحن نتأنسن. نعم. نجعل من الطفل هذا الطفل الصغير إنساناً كونياً، نؤنسنه إنساناً. نعم. كونياً. وفي الحقيقة راهو عندما نكتب يعني نكتب للناس، كل واحد فينا أكيد. فيه طفل معناه من غير شك. يعني نحن نكتب للأطفال صغار، الطفل يتواصل فينا كبارة. باستمرار، وأحيانا يكبر فينا إلى درجة معناها لا نمتلك زمامة الطفل طبعاً. الذي فينا هكا ولا طبعاً. أستاذ طبعاً. هل هناك مبادرة للنشر هذه القصص، والا ما تبلورتش الفكره، والا تم نشرها؟ لا لا متبنيها. أي. بالنسبه للاطفال متبنيها سي الحبيب الزغبي، سي الحبيب الزغبي تحيه لي. نعم. معانا تظاهرات سي الحبيب الزغبي معانا، توقيع اللي هو صاحب دار الكتاب. نعم. للنشر. نعم. يعني صارت عدة توقيعات في دار الكتاب، وهؤلاء الأطفال التقوا بصحفيين وناقشوا أفكارهم. نعم. والحقيقة معناها كانت تجربة مهمة وكانت تجربة ناجحة تبين أننا هذا الطفل لا يجب. نعم. أن معناها ما نستسهلش قيمته. أكيد. بالإضافة إلى هذه الاستضافة اللي نعتز بها أستاذة، ماذا بينا لو كان تتحنا الفرصة للتغطية الإعلامية لهذه الدورة والتعاطي معها والتفاعل معها حتى نثمنها، لأنها تجربة مميزة، هو في العادة تستمر على مدار زمني موسم معين. سنة. نعم نعم، كل سنة في إصدار جديد. هذا هو مشروعنا، والمشروع لاقي صدى كبير يعني في الخارج. أخيرا يعني التقيت بزملاء كتاب ومهتمين بالشأن الأطفال
من المغرب الشقيق، كذلك من مصر. أذكر ممكن أذكر الأسماء، من مصر سي إيهاب القستاوي، ومن المغرب الشقيق سي يحيى. يعني كما نقولوا احنا اهتموا بهذا الموضوع وانبهروا بما وصل إليه الأطفال في هذه الورشة اللي هي في مدينة صغيرة. فيعني نحن مدينة صغيرة جغرافيا لكن كبيرة بأجوائها المتميزة بعرادة، أكيد الفلاحية والأدبية والطبيعية، طبيعة معناها حقيقة غناء وخلابة وخصبة ومعطاء هكا ولا حسب ما نعرف. طبعا وهذا ما يجعلنا أو ما ألهمنا هذا الحس الكوني، وهذه يعني الكاتب يجب أن يكون مسكونا بروح الكون طبعا. في ليست مدينة صغيرة المكان وإنما يعني في العالم الكل. كل منا قريته هي العالم وهي الكون، وينطلق منها إلى أبعاد إنسانية أخرى. أكيد معناها جدا فيها الامتداد والتوسع. نترك لك كلمة الختام أستاذة، تفضل إذا كنت حاب توجه أي رسالة أو أي يعني نداء إلى أي طرف كان أدبي أو تربوي أو غيره، تفضل. لا أنا أوجه فقط نداء لكل متلقي، نقول ردوا بالكم على الفنان. الفنان راه وحده ما ينجمش يعيش. وهذه العولمة التي معناها كادت تفقد هذا الفنان روحه لأنه صار مشتتا، ردوا بالكم عليه. الفنان راهو لحظة صفاء، هو اللي يعطيكم لحظة الصفاء الكل، هو اللي يكتب بكله، بيكتب بداخله، يكتب بجوارحه. فقط معناها لحظات لتقاسموه هذا الحس الذي يتميز به عن بقية الناس. شكرا لك المربية الفاضلة الأستاذة جميلة الشريف على الحضور معنا وعلى هالنشاط الأدبي والنشاط الفكري والثقافي، وخاصة فيما يتعلق بهذه المبادرة الحلوة المتعلقة بإتاحة الفرصة للأطفال للإبداع وللكتابة. صابرين وين وصلت ولا تتويج؟ هو في الحقيقة نشوفوك كيفاش كملت كل شيء فيما يتعلق بدبارة اليوم قبل ما نختم، تفضل. قبل اليوم عملنا دي ساندويتش شاورما بطريقة تقديم مختلفة، حبيتها كاين تاع ضيافة زادة كيف نجمو نعملوها تكون مثلا ضمن المقبلات. هاكم عملناهم هكايا، قصيناهم رولي ومن الداخل حطينا الفريت اللي قليناه على مرتين باش يجي لو ماكسيموم معناتها باهي ويتقرمش. هذايا البلان تاعنا. ومعاهم عملنا سلطة عدس، قلنا حاجة تبدا فيها منفعة ومغذية معناتها، فيها الخضرة سوتي كيف مع العدس، وأكيد فوحنا بالكمون شوية قارص زيت ملح فلفل أكحل. وعملنا لهنا الكرواسون ريفيزيتي. اش معناتها؟ يعني انه احنا نجمو ناخذ كرواسون ناتور ونبدلوه عندنا في الدار، نرجعوه باللوز. حضرنا كريمة موند مع بعضنا، حطينا منها لداخل وكيف من برا، رشينا لاموند ديفيلي ودخلناها للفور باش هذاك البات تيب خاطر فيها عظمه. وهكاك تكون دبارتنا حضرت. يعطيك صحة صابرين، نتلقاو معك غدوة مع المشاهدين أيضا اللي إن شاء الله كنا خفاف الظل عليهم وعند حسن ظنهم في كل ما قدمنا من الفقرات والأركان. بقية مشاهدة طيبة وممتعة لبرامج الوطنية الأولى، إلى لقاء غدا 9 صباحا في نسمة صباح.